هي تحقيق السعادة للمجتمع. السلام عليكم. في البداية أرحب فيكم، معاكم خليل خوري مدير إدارة مراكز الخدمة بوزارة الموارد البشرية والتوطين. إن شاء الله من خلال هذا العرض البسيط بنستعرض معاكم غرفة التحكم المركزية الذكية اللي موجودة لمراقبة أداء المراكز. تقوم الوزارة من خلال إدارة مراكز الخدمة بالإشراف والرقابة على أداء المراكز ومدى التزامها بالمعايير التشغيلية المعتمدة. ونظراً لانتشار المراكز من إمارة أبوظبي إلى الفجيرة وازدياد عددها اللي وصل حالياً حوالي 65 مركز منتشر وأكثر من 10 مراكز قيد الإنشاء وازدياد عدد المتعاملين اللي يراجعون المراكز، تبلغ عدد المتعاملين اليوميين حوالي 16,000 متعامل يراجع المراكز. كان لابد الاستعانة بالتكنولوجيا للتأكد والإشراف على المراكز بشكل آني ولحظي طول اليوم. النظام اللي تم تطويره من قبل الوزارة هو نظام يحتوي على 5 أنظمة داخلية، هي نظام الحضور والانصراف، نظام المراقبة بالكاميرات، نظام المالي الخاص بالمركز، وأيضا مؤشر السعادة لكل مركز. طبعا الأهداف اللي خلت الوزارة أن تطور هذه الغرفة هي أهداف اتخاذ إجراءات تصحيحية حال تجاوز الحد فيما يتعلق بأي مؤشر، تمكين الوزارة من الرقابة على أداء المراكز ومستويات الخدمة، أيضا تحسين مستوى السعادة. الفئة المستهدفة عندنا المتعاملين اللي يراجعون هذه المراكز اللي نحن متعاملين وزارة العمل، وزارة الموارد البشرية والتوطين، أيضا الجهات اللي أصبحت الآن تقدم خدماتها خلال مراكز. نحن الآن أصبح عندنا أكثر من 10 جهات حكومية أيضا تقدم خدماتها خلال مراكز الخدمة التسهيل. النظام عبارة عن داشبورد موجود يوضح لنا وقت الانتظار في على مستوى الدولة في كل المراكز، ووقت تقديم الخدمة أيضا على مستوى الدولة، عدد المتعاملين اللي راجعوا المراكز يوميا، عدد الكونترات اللي قد اللي الآن مفتوحة وعدد الكونترات المغلقة. أيضا يحتوي مثلا على سبيل المثال عدد المتعاملين اللي تم خدمتهم إلى الآن حوالي 12,000. طبعا المراكز مفتوحة إلى الساعة 8 في الليل بما فيه يوم السبت. مؤشر السعادة حاليا بلغ في المراكز أكثر من 91 و 91.95 وعلى مستوى كل مكتب كم بما فيها مكاتب سعادة المتعاملين الخاصة بالوزارة. أيضا الخدمات وطريقة توزيعها معاملات وزارة الموارد البشرية، إدارة الجنسية، الهوية، هيئة الهوية، كل جهة تقدم خدماتها في مراكز الخدمة، كم عدد المعاملات اللي قدمت اليوم. أيضا النظام يتيح لنا أسباب استياء أو عدم سعادة المتعاملين، شو الأسباب اللي أدت، إذا كانت في بعض المتعاملين أكثر، يمكن المتعاملين تكلموا عن وقت الانتظار، وعندك أيضا تكلموا عن رسوم الخدمة، وأيضا فرص التحسين الموجودة، هذا عبارة عن رادار بالأشياء اللي تحقق لهم السعادة. تقريبا عندنا 403 متعامل شكروا الموظف نفسه اللي يقدم الخدمة، عندنا أكثر من 200 متعامل شكر الجهة اللي تقدم الخدمة. النظام مبني كالتالي، من خلال النظام هذا أنا أقدر أشوف المعاملات اللي تقدم في المراكز المنتشرة، هاي 65 مركز تسهيل المنتشر، إذا أخذ خدمات الوزارة على مستوى الخدمة، خدمة كل جهة أو جميع الخدمات، أخذ مستوى الإمارة أو أخذ على مستوى المركز أشوف وين الخلل بالضبط. إذا زاد وقت الانتظار في مكان معين أقدر أشوفه وأتواصل مع المركز مباشرة لتصحيح الوضع. على سبيل المثال عندنا هذه أوقات الانتظار على مستوى الإمارات، إمارة الشارجة يمكن أقل إمارة في وقت تقديم الخدمة ووقت الانتظار، عندنا إمارة عيمان يمكن شوي متجاوز، وهذه على مستوى الإمارات كلها.
كم الناس اللي تم خدمتهم وكم عدد الناس اللي ينتظرون حاليا في كل مركز. بعد انشاء الغرفه هاي تم كيف ساعدتنا الغرفه هاي والنظام هذا بسعاده المتعاملين من خلال الرقابه الانيه للمراكز هاي والتواصل معاهم ادى الى انخفاض اوقات الانتظار واوقات تقديم الخدمه، فبالتالي المتعامل يشعر بالسعاده في حصول خدمه سريعه. ايضا من خلال النظام هذا اقدر انا اشوف الخدمات وين الخلل في كل خدمه، الخدمه التجاريه المعروضه وين التاخير في كل خدمه، خدمه الوزاره كانت متاخره وخدمه الجهات الاخرى، فبالتالي ايضا اقدر احسن الخدمات اللي تخص الوزاره او اتواصل مع الجهات الاخرى ان تطور من خدماتها اللي تقدم في مراكز الخدمه. النتائج اللي موجوده عندنا حاليا مستوى السعاده العام في المراكز حوالي 92 مركز 92%، عدد المراكز اللي تم ربطها بالنظام حاليا 60 مركز وجاري ربط بقيه المراكز. ايضا النظام نحن اليوم في عندنا تطوير للنظام بحيث ان ننزل سعاده المتعاملين او الموظفين اللي يعملون في المراكز ايضا في الغرفه هاي بحيث ان نلاحظ اذا كان عندهم اي شكاوي او مستوى السعاده عندهم. تأثير المبادرة أدت إلى تحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمة، رفع مستوى سعادة المتعاملين عن الخدمات الحكومية، تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. مشكورين، شكراً على السماحة.